سبورت كليب إهداء للأستاذ جمال تونس رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة اللي نتمنى له الشفاء العاجل. بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا. أسأل الله العلي القدير إنه يشفيه وإنه يكون بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا. بعض رؤساء اللجان اللي كانوا وراء القرار ما كانوا يفكروا أو يعملوا حساب إنه إذا أصدروا قرار بهذا الظلم وهذا الإجحاف إيش ممكن راح يكون تبعات هذا الشيء على الأشخاص؟ إيش ممكن راح يكون تبعات هذا الشيء على الأشخاص؟ زمان بين الهدوء تلقى الرياح، بعض الصدور فيها الحنان وبعض الصدور هناك ظلم جلي ما له أي مبررات أو مسببات مقنعة حتى إنه الشخص اللي تطبق عليه القرار يقبله، سواء لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالقانون. أسأل الله العلي القدير إنه يشفيه وإنه يقوم بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا وإنه يقوم بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا. أسأل الله العلي القدير إنه يشفيه وإنه يقوم بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا. إن كان هواك ضيع خطاه ولا نشف فيك الشعور طبعا نتمنى من الله سبحانه وتعالى نشفي الأستاذ جمال تونس القومة بالسلامة. بس في شيء مهم، احنا مو قاعدين نتبنى آراء، احنا مو قاعدين نتبنى آراء، مو نقول انه الحق مع الوحدة ولا الحق مو مع الوحدة ولا التعاون ابدا، بس احنا نقول مش هذا المنظر المنتظر لرجل حتى يخدم الرياضة السعودية في نادي، يعني مو هذه هي، يعني خلينا نقول ما نبغى نقول نهاية، ان شاء الله مش النهاية، بس نقول مو هذا مصير شخص حتى يخدم الرياضة السعودية ولا لا؟ سيدي العزيز، اولا المرض قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، قد يكون في 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 هذا الموقف او في غير هذا الموقف، لكن هي يقول انه من سوء الحظ انها تزامنت معها، جاءت جاء القضاء والقدر في وكتب عليه في هذا الموقف. يعني لا نحمل ايضا في ذات الوقت القرار النتيجه كلها بحيث انه يعني ننسى انه في شيء. انا في اعتقادي والله أعلم، أنا أعتقد أنه لو كنت مكان الأستاذ جمال تونسي أبو رامي أقول أنه في حالة الصحية هذه له الجمال تونسي وغير جمال تونسي، كرة القدم لا تتحمل إنصاف الحلول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، اللهم أشفي عبدك الجمال. يعني حقيقة وإن كنت مع الأستاذ عبد الله في هالجانب، يعني
هذا هذه نظام وقرار ويتبعه اجراءات، لكن صحته ونفسه والعائلته حقيقه، وهو شخص عزيز علي انا كشخص امانه بالله، فصحتك الزم عليك من اي شيء ثاني يعني. ونادي الوحده برجالات اهل مكه ومحبين الوحده اعتقد انه يستطيع ان يصل، طالما انه الحق كافي لانه يستأنف، فبإذن الله إن شاء الله يكون قرار يعني من صالح ما في خير للرياضة السعودية والنادي الوحدة إن شاء الله.